السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في صحف العراقية والعربية، ولكن كما هو المعتاد بعض أهم العناوين. نقرأ من الهيئة: استهداف نقطة أمنية بسيارة مفخخة ومقتل وإصابة جندي وضابط حكوميين شمالي الحلة. مدى العباد يقول نحتاج إلى 100 مليار دولار لإعمار البنى التحتية. في موقع كتابات: لها علاقات بميليشيات مسلحة، عصابة السطو المسلح ترعب البصرة. ونقرأ من الجزيرة نت: هيئة المفاوضات السورية تقاطع مؤتمر سوتشي. العربي الجديد: تحرك فلسطيني بإطار دولي لعملية السلام ينهي الاحتكار. في القدس العربي: الإعلامية جوردون تنسحب من سباق الرئاسة الروسية الذي تصفه بالمسرحية. وفي الحياة: استئناف محادثات السلام السورية في فيينا. مشاهدين، أزمة النازحين في العراق ليست أزمة عابرة مثلما هي في جميع بلدان العالم. اقتلاع الناس من ديارهم بصورة جماعية بسبب الحروب والصراعات يخلف نتائج اقتصادية واجتماعية قد تصل إلى حالة الاصطدام. ابتلي العراق بهذه الآفة المدمرة منذ احتلاله عام 2003. النظام السياسي في العراق ومديروه من قادة الأحزاب الطائفية استثمروا مرجعية الدستور وكونوا دولة مكونات ليست دولة المواطنة المدنية. شجعوا سياسة الكراهية والثأر بين أهم مكونين اجتماعيين وهم الشيعة والسنة، إلى جانب الزراء الأقليات الدينية خصوصا المسيحيين وتحويلهم إلى ملحقية بالرقم الأكبر الشيعي الحاكم رغم المكانة التاريخية والحضارة الأصيلة في العراق، حسب الكاتب ماجد السامرائي في مقال له بصحيفة العرب اللندنية. عودة النازحين بعد إتمام عمليات استعادة البلاد من داعش فيها تفصيلات كثيرة تتعلق بإمكانية العودة والاستقرار، فماذا يفعل العائدون حين يواجهون أطلالاً أو أكواماً من الأنقاض، أو حتى لو وجد بعضهم بقايا دور؟ من الذي سيعوضهم وكيف سيحققون الاستقرار الأمني في ظل الإجراءات القاسية ضدهم؟ وقد تم توثيق عمليات منع جماعي لأهالي المدن من العودة إليها ابتدأت في مناطق وأقضية محافظة ديالى كالمقدادية وجلولاء والسعدية التي تمت استعادتها عام 2015، إضافة إلى منطقة جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل التي منع جميع أهلها من العودة بتهمة انتمائهم إلى داعش، مما صعد حالة عدم الثقة بين الأطراف السياسية السنية وأحزاب السلطة. ومن الطريف المحزن تصريح رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي حول جهود إعادة أهالي مدينة جرف الصخر، حيث كشف في مؤتمر صحفي أن قياديين كبيرين في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وهادي العامري أبلغاه أن عودة نازحي جرف الصخر إلى ديارهم مرتبطة بالموافقة الإيرانية. تحولت قضية النازحين من كونها قضية بالغة الأهمية إنسانياً وينبغي أن يتسابق حولها السياسيون لتخفيف الآلام عن المواطنين إلى ورقة بيد السياسيين المتنافسين على مصالحهم الخاصة، خصوصاً بعض الزعامات السنية التي تثير قضية عودة النازحين شرطاً لقيام الانتخابات التي حددتها الحكومة 12 من مايو المقبل. ودخل البرلمان على الخط في محاولة للوقوف في الوسط، حيث ألزم الحكومة بإعادة جميع النازحين إلى ديارهم، لكن الأمر أبعد عن التحقيق خلال الأشهر القريبة التي يطالب بها السنة لتأجيل الانتخابات. هل تعرف الفرق بين الكارثة والمصيبة؟
هكذا يتساءل الكاتب علي حسين في صحيفة المدى، حيث يجيب على سؤاله بالقول: الكارثة يمكن أن تجدها في تصريح النائب علي العلاق الذي كان حاداً ومثيراً، وهو يحذر من أن هناك مشروعاً يسعى لاجتثاث المناضلين والمجاهدين. وتسأل عن المصيبة أو المشروع، فيجيبك العلاق تأثراً وثائراً: إنها محاولة البعض الترويج لفكرة منع حاملي الجنسية الأجنبية من الترشح للانتخابات. ولكي يظهر لنا صحة نظريته يقول: انظروا إلي، أنا أحمل الجنسية الدنماركية، لكنها ليست أفضل من الجنسية العراقية طبعاً التي يفتخر بالانتباه إليها. وقبل أن يتهمني البعض بترصد حركات وسكنات النواب، اسمحوا لي أن أسأل السيد العلاق: لماذا لا يتخلى عن جنسيته الدنماركية؟ أما المصيبة فهي ما قاله النائب الهمام صادق اللبان، حيث بشرنا مشكوراً أن قانون العفو ربما يشمل المجاهد عبد الفلاح السوداني. ويكمل اللبان مصيبته بالقول: إن السوداني أو غيره إذا كانت تنطبق عليه فقرات القانون، فلا يمكن لأي شخص أن يقف أمام إرادة القانون ويمنع العفو عنه. من يملك القدرة على تحمل مثل هذه الكوارث أحيله إلى مصيبة أخرى من عينة. أكدت منظمة تنمية التجارة الإيرانية أن العراق يستورد 99% من احتياجاته، وأنها تقدر بنحو 50 مليار دولار. إذن عزيز القارئ، أنت هنا لست أمام علامات لمصائب يقذفها النواب يميناً وشمالاً فقط، بل الأفدح أنك أمام حالة احتفاء بهذه المصائب وتقديس للانتهازية والوصولية. علي حسين يضيف في المقال: الجهل جعل المواطن العراقي يقابل هذه الجرائم حق المواطن والوطن بابتسامة هادئة، كأنما يقول للسياسيين إن كلامهم أشبه بالقضاء والقدر الذي يلاحق الناس ليلا نهارا. فلنتأمل حولنا، كل الكوارث التي تحاصرنا سببها واحد سياسي يعتقد أنه لا يمكن تعويضه أو الاستغناء عنه. في الوقت الذي يتظاهر فيه العراقيون يطالبون بالقضاء على الفساد والاقتصاص من الفاسدين الذين تقع عليهم المسؤولية الكاملة لما يجري على البلاد من خراب ودمار وبطالة وترد اقتصادي وهدر للمال العام واستنزاف لخزينة الدولة وكل الواردات النفطية وغير النفطية والتي باتت عائداتها تذهب لجيوب الساسة، الفاسدين سراق المال العام، أما المواطن فليذهب إلى الجحيم في ظل تلك الحكومة الجائرة. وفي وسط تلك الظروف الصعبة والأحوال المزرية التي يعيشها العراقيون، والذين باتوا على أمل صدور فتوى من السيستان في العراق لدعم الموقف الشعبي الرافض للفساد والفاسدين خاصة، وأن البلاد مقبلة على مرحلة لا تختلف عن سابقاتها للأسف والممثلة بالانتخابات البرلمانية، ولكن العكس يحصل حسب الكاتب محمد سعيد العراقي في موقع كتابات. في خضم تلك الأحداث نجد أن السيستاني دائما ما يخبئ المفاجآت التي تعود بالويلات والأزمات الصعبة التي تخيب آمال العراقيين. ففي الوقت الذي ينتظر الشعب من تلك المرجعية، وكما قلنا موقفا حازما ضد الفاسدين، ويعيد البلاد إلى مسارها الصحيح، بل ويسجل له موقفا تاريخيا، نراه يفتي وعلى لسان وكيله ومعتمده حسن الزاملي ويلوح بحرب أهلية طائفية في حال تمت محاربة الفاسدين، فما هكذا تورد الإبل. فالشعب كله يطالب بمحاربة الفاسدين، والسيستاني ينذر بحرب أهلية، فهل هذا يعقل؟ أي عاقل يصدق بهذا الموقف المستهين بدماء العراقيين والمستخف بكرامتهم التي سحقت وأعراضهم التي انتهكت وحقوقهم التي سلبت وخيراتهم التي نهبت؟ يضيف الكاتب: 14 عاماً وحالنا يتهاوى يوماً بعد يوم، ومن سيء إلى أسوأ، ولا من ضمير لكم يتحرك. فيا أيها العراقيون، إلى متى نبقى نصفق للسيستاني وعملياته السياسية الفاسدة؟
كفانا تضييعا لحقوقنا، كفانا ظلما لأبنائنا. فلولا المرجعيات لما أساء الفاسدون الأدب مع العراقيين، فهجروا ما هجروا أو هجروا ما هجروا، وشردوا ما شردوا، وقتلوا ما قتلوا، ونهبوا ما نهبوا. كل ذلك حسب المقالة التي صدرت في موقع كتابات. بدأت ظاهرة السطو المسلح في مدينة البصرة أقصى جنوب العراق تنتشر بوتيرة متسارعة في ظل النزاعات والصراعات العشائرية المسلحة بين الحين والآخر، وأما مع عجز الحكوميين عن إيقافها ومخاوف شعبية شديدة من استفحالها، تستهدف عصابات السطو المسلح شركات ومحلات الصرافة والذهب والتجار والميسورين. مضطر الكثير من أصحاب رؤوس الأموال إلى مغادرة المدينة خشية وقوعهم ضحية العمليات المنظمة التي تقودها عصابات وميليشيات مسلحة، حسب تقرير لصحيفة العربي الجديد. وذكرت مصادر أمنية من شرطة البصرة للعربي الجديد أن الفترة الماضية شهدت وقوع العديد من جرائم السطو المسلحة استهدفت ميسورين وتجارا وشركات صرافة، لكن المشكلة أن هذه العصابات تتمتع بصلات أو علاقات مع ميليشيا وفصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي أو الأحزاب الإسلامية الموجودة في المحافظة. ووفقا لضابط في الشرطة، فإن ما معدله 8 عمليات سطو وسرقة واعتداء مسلح تقع أسبوعيا في عموم مدن ومناطق البصرة، أسفر بعضها عن سقوط ضحايا من المستهدفين في الجرائم التي تكون دوافعها مادية بحتة، كاشفا عن طلب قدم لبغداد بإرسال قوات إضافية للبصرة بهدف ضبط الوضع الأمني فيها. واعتبر العقيد مالك عباس الفتلاوي من شرطة البصرة أن عصابات منظمة تنفذ تلك العمليات وتقتنص الضحية وتقوم بمراقبته لأيام، مشيرا إلى أن الشرطة باشرت بخطة وقائية من خلال عمليات دهم وتفتيش لمناطق ومعاقل العصابات أملا بالعثور عليهم واعتقالهم. تضيف الصحيفة، لم تتوقف عمليات السطو المسلح عند منازل المواطنين وشركات الصرافة ومحلات الذهب فقط، بل طاولت أيضا مؤسسات الدولة وفي ذلك السيادية منها. كانت عصابة مسلحة نفذت عملية السطو المسلح كبيرة جدا على مطار البصرة الدولي في أكتوبر تشرين الأول الماضي، حينما اقتحمت المطار بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بصحبة 10 شاحنات حمل كبيرة. أفراد العصابة قاموا بسرقة معدات ضخمة جدا، وقاموا بتحميلها في سيارات وأخذها إلى جهة مجهولة دون أن تتمكن قوات حراسة المطار حتى من المقاومة. في مؤتمر بوتسدام الذي عقد للبحث عن مصير ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، الرئيس الأمريكي هاري ترومان سأل الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين عن أفضل الوسائل العملية لمنع تكرار تلك الحرب المدمرة. أجابه ستالين وهو ينفث دخان غليونه في القاعة الفارهة بالقول: إذا كان المنتصر هو الذي يفرض شروطه وإرادته، فإن قواتنا ستثبت احتلالها للجزء الشرقي من ألمانيا، بينما تستمر قواتكم في الجزء الجنوبي. فهل تتحول سوريا إلى كعكة الرؤساء؟ هكذا جاء عنوان مقالة الكاتب سليم نصار في صحيفة الحياة اللندنية. الأسبوع الماضي استخدم خبير العلاقات الدولية في روسيا أنطوان مارادازوف مصطلح الكعكة السورية، متوقعاً أن يتمحور الاتفاق بين أنقرة وموسكو حولها. وقد سبق للرئيس فلاديمير بوتين أن أشار في إحدى خطبه إلى الشعوب السورية المتحدة على شاكلة شعوب روسيا الاتحادية، ثم تراجع عن هذا الوصف عندما انتقده مسؤولون في نظام بشار الأسد لأنه أوحى للمعارضة باقتطاع حصتها من سوريا المفيدة، أي من سوريا التي تضم المدن الكبرى مثل دمشق وحلب وحمص وحماة وإدلب، إضافة إلى الساحل الممتد حول اللاذقية وطرطوس. بعد طرد داعش من العراق وسوريا، قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب مراجعة موقفها من الدور السوري في الشرق الأوسط، والذي تعتبره شبيها بدور ألمانيا داخل أوروبا،
أي دور دولة مشغولة دائما بتحدي جاراتها وإقلاق أمنها في تركيا والعراق ولبنان والأردن وإسرائيل. يضيف الكاتب مرة أخرى: يكشف راعيا النظام السوري أي روسيا وإيران أن دون التوصل إلى سلام دائم فوق أراضي سوريا المفيدة مسافة زمنية أطول من السنوات السبع التي قضاها هذا الشعب المعذب وهو يهرب من دمار إلى خراب ومن ملجأ إلى معسكر. يثور الحديث هذه الأيام عن صفقة القرن، عن الإدارة الأمريكية لم تقدم حتى الآن أي تصور واضح ومعلن عن هذه الصفقة، رغم أنها الجهة المعنية حسب الأروقة السياسية والإعلامية بالصفقة. هل ثمة غموض بناء لإثارة مزيد من الاهتمام؟ أم أن التسريبات عنها أقرب إلى بالونات اختبار لاستكشاف ردود الفعل المحتملة وتجهيز الإجراءات المناسبة للتعامل معها؟ أم أنها أقرب لتهيئة الأجواء لاستقبال المولود الجديد؟ كل ذلك حسب الكاتب محسن صالح في مقالة تتحدث عما تسمى بصفقة القرن. ويظهر أن خطة صفقة القرن التي يتم الحديث عنها لا تختلف كثيراً عن أفكار جيورلا إيلاند، وهذه الصفقة تتحدث عن مرحلة بناء ثقة طويلة يتم فيها ضبط الأمن ونزع سلاح المقاومة خصوصاً في غزة، وتمر بإنشاء دولة فلسطينية مؤقتة تدخل في مفاوضات قد تستمر إلى 10 سنوات، ثم تتبع ذلك مرحلة تبادل أراضٍ بحيث تتنازل قيادة المنظمة والسلطة عن مساحات من الضفة تصل إلى 12%، وتتضمن الكتل الاستيطانية ومناطق من غور الأردن، وتطبيق مقترحات جيورا إيلاند بشأن قطاع غزة وسيناء، كما أن الضمانات الأمنية لإسرائيل جوية وبرية وبحرية ستفقد الدولة الفلسطينية صفتها السيادية على أرضها، وتتجاهل الصفقة القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين، أي أننا أمام حكم ذاتي وظيفي موسع ولسنا أمام مشروع دولة ولا تحرير، إذن نحن أمام مشروع تصفية وفق المتطلبات والشروط الإسرائيلية. ما دام الشعب الفلسطيني هو الجهة المعنية أساساً فلن يستطيع الصهاينة والأمريكيون فرض إرادتهم عليه، فهذا الشعب الذي تمكن من إفشال عشرات المشاريع على مدى 70 عاما الماضية قادر على إفشال هذه الصفقة، وحتى لو وجد افتراضا من يدعي تمثيل الفلسطينيين ويوافق عليها فإن قضية فلسطين لا يمكن تصفيتها حسب الكاتب. تمكنت قطة من الحصول على مبلغ كبير من المال بسبب عبوسها، حيث حكمت لها المحكمة الفيدرالية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بتعويض بعدما رفع مالكها دعوة قضائية على شركة استخدمت صورها بشكل مفرط في الإعلانات. القطة أصبحت مشهورة على الإنترنت بعدما ظهرت في الكثير من الصور على مدى 5 سنوات، ووفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية، بعد الشهرة الواسعة التي حظيت بها القطة قرر صاحبها تاباثا بوندينسن تأسيس شركة لبيع صور القطة، عقد صفقة مع شركة غرينيد لإنتاج القهوة تتيح لها عرض صورة القطة على نوع واحد فقط من المشروبات التي تنتج من الشركة. إلى الكاريكاتير. We'll be right back.
هذا ما كان في جعبتنا لصدى أقلام اليوم، على أمل أن نلتقي بكم غدا بإذن الله. في أمان الله ورعايته.